تطرد سبعة من المسؤولين في منظمات تابعة للأمم المتحدة. وزارة الخارجية الإثيوبية تمهلهم فقط 3 أيام لمغادرة البلاد. إنهم أشخاص غير مرغوب فيهم. حجتها في ذلك أنهم تدخلوا في شؤون البلاد الداخلية. من بين المطرودين ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في إثيوبيا. ذلك فرع يدعم نحو 400,000 إثيوبي، وقد كانت المنظمة أول من بادر إلى المساعدة في أزمة تيغراي وفق مصادر إعلام محلية، فقد قدمت أكثر من 800 طن من الإمدادات لمكاتب إقليمية بقيمة 2,000,000 دولار أمريكي. لأولئك النازحين توفر المنظمة المياه الصالحة للشرب، وتؤهل مشاريع المياه، وتساعد النازحين في أمهر وعفار، حيث يصعب النزاع عليهم حياتهم اليومية. اليونيسيف ومن خلال مكتب الصحة الإقليمي قدم خدمات في 10 ولايات بالتنسيق مع فرق صحية وفرق تغذية متنقلة وفق بيانات المنظمة. وأنقذت المنظمة نحو 7,000 طفل متضرر من سوء التغذية بعد أزمة تيغراي الحادة.